احنا بنعتقد انه دولة الانقاذ في السودان هي ما دمرت الاقتصاد فقط، انما دمرت القيم السودانية نفسها بالنسبة للانسان. يعني بدرجة انه احنا بنلقى انه الناس في الشمال هنا ممكن ما يتألموا ليه المشاكل او الالام التي يتألم منها الشعب في دارفور مثلا، او ناس الشرق مثلا ما يتألموا ليه الالام اللي بيتألموها ناس الجنوب، والعكس. ليه؟ لانه النظام الانقاذ قدر انه اشتغل بنظام فرق تسد. اما تعال نمسك في الجانب الاجتماعي في دارفور او في النازحين بالذات، نحن في الجانب الاجتماعي يعني زيرو زيرو. انتوا امبارح محتفلين وما شاء الله توقيعكم ماشي، ونحن هنا امبارح عندنا حالات بتاع اغتصاب، وعندنا حالات بتاع طرد المزارعين بين الرعاويه والمزارعين. حتى لو كان في زول زمان عنده شكوك عن الفرز الاجتماعي اللي موجود في السودان، الآن التوقيع اللي حصل بين قحط والمجلس العسكري أكد الشكوك أو المزاعم السابقة اللي كان بيزعمها الناس الحامش. فإنسان الحامش أو قضايا الحامش ما بتعني ناس المركز في حاجة، بل هم أساسا المركز هو المسبب في المعاناة التاريخية بتاعت ناس الحامش. فقحط والمجلس العسكري الاثنين معا هم امتداد طبيعي للسودان القديم، السودان بتاعت الخوف، السودان بتاعت القتل، السودان بتاعت التشريد، السودان بتاعت الاغتصاب. العناصر الآن هم قاعدين في الاتفاقية، إن كانت المجلس العسكري أو قوة إعلام الحرية، كان هناك نفس الأشخاص اللي موجود بالتحديد عن الشريط النيلي فقط، وكان هناك حتى الجزئية بتاعت الدارفور الخاتين ذاته كعالة هم خاتين عندهم، بل إنما إنه الاتفاقية ده كان اتفاقية مصيصة من قبل نظام البشير ذاته، يعني ما اتفاقية بتاعت المواطن ولا بتاعت العدد من الناس اللي كان قاعدين بنادوا عن الدولة المدنية في ميدان الحرية بتاعت الدولة. وأنا إذا كان ياك ما رضيانة بالاتفاق، كيف أنا أكون عندي له متطلبات؟ أنا متطلباتي لما يكون ياك الحكومة لنا دايراها بشكلية لنا دايراها عندي له 100 متطلبات. مثلا انا عندي هسي في المناطق القمنا منا مستوطنينا اللي هو ميليشياتكم ديل وجنجبيتكم ديل، وفروا لنا الامن، وفروا لنا التعويض الفردي والجماعي، وترجعونا زي ما احنا كنا زمان. بل النخب دي في حد ذاتها بتفتكر انه يا اخي قضيه الحرب والسلام هي مرتبطه بفئات اجتماعيه محدده وبجغرافيات محدده من السودان، فبالتالي قضاياه ناخرها لغايه ما نحلحل القضايا المتعلقة بقضايا النخب بتاعت المركز. ثلاثة قضية مهمة جدا في قضايا الجرائم الكبرى اللي ارتكبت في تاريخ السودان منذ العهد الوطني يعني أو الدولة الوطنية في السودان، في قضايا متعلقة بالتطهير العرقي، وفي قضايا متعلقة بالإبادة الجماعية، وفي قضايا متعلقة بالاغتصاب كسلاح للترويع والترحيب والتركيع. هالقضايا دي ما نوغشت ولا بتفية بطريقة رسمية. وبعدين أنا أقول لك حاجة، يعني الشمالية دي لو كانت عندنا بيئة زي جنوب السودان غابات، نحن كنا يمكن أول ناس نتمرد على البشير ده والإنغاز، لكن عشان نحن بس أرامك شوفين ممكن يبيدونا في لحظات، فعشان كده الناس بقت تستعمل أساليب غير رفع السلاح.